قصتنا بتبدأ في كوريا من 1500 سنة، لما كانت متقسمة لثلاث ممالك، وأضعف وأصغر مملكة فيهم هي مملكة سيلا، وبيحكمها ملك اسمه جين. ولكن فجأة في شوية خونة بينقلبوا عليه وبيقتلوه، ولما الملكة بتعرف بتخاف على ابنها ولي العهد، خصوصا ان هو لسه صغير، فبتطلب من الحارس ان هو يخرجه برا العاصمة ويربيه هناك لحسن الخونة يقتلوه. وفعلا ولي العهد بيخرج من العاصمة وبيتربى برا لغاية ما بيكبر، وبيبقى ممنوع اي حد يشوف وشه، واي حد بيشوف وشه بيتقتل على طول حسب اوامر الملكة. وبتبقى الملكة دي ست حرباية وجبارة، وهي اللي حاكمة المملكة دلوقتي. لا، وكمان منع ابنها اللي هو ولي العهد من ان هو يمسك، ولما ولي العهد المسكين يجي يعترض تقوله لا يا حبيبي انت لسه صغير، لما تكبر هبقى خليك تمسك. وبتبقى المملكة متقسمة لجزئين، جزء اللي هو العاصمة وده فيه الناس الاغنياء، اما الفلاحين فرامينهم برا خالص وممنوع ان هم يدخلوا العاصمة. ونروح للبطل اللي بيبقى من ضمن الفلاحين اللي مرميين برا العاصمة، وبيبقى شاب يتيم فقير ما عندوش عيلة، وكمان ملهوش اسم، وما بيكونش ليه الا صاحب واحد بس اسمه مون، وبنعرف ان مون عنده عيلة بس موجودة في العاصمة. وبيفضل مون يحكي للبطل عن عيلته، وان السلسلة دي هي الحاجة الوحيدة اللي فضلاله منهم، وان هو نفسه يرجع العاصمة عشان يلاقيهم. فالبطل بيقرر ان هو يساعده، وبالليل بيعدوا السور اللي بيفصل المكان اللي هم فيه عن العاصمة، ولكنهم بيصوتوا لما بيلاقوا راس الناس اللي حاولوا يعدوا السور زيهم مقطوعة ومتعلقة قدامهم، ولكنهم بيتمسكوا. وبعد كده بيروحوا يسرقوا هدوم، وبيفضلوا يتمشوا وهم فرحانين، وكمان بيدوروا على عائلة مون. وعلى جانب آخر بتظهر البطلة رو، واللي بتكون بنت أشهر دكتور في المملكة كلها. وبتبقى رو مشهورة في العاصمة إن هي بتجمع الستات وبتعمل جلسة نميمة، وبتفضل تحكي لهم قصص رومانسية، وطبعا الستات بيبقوا مبهورين بيها، والرجالة كمان بيحبوا القصص بتاعتها وبيقعدوا يسمعوها، ومن ضمنهم ولي العهد، واللي طبعا محدش يعرف إن هو ولي العهد. وبيبقى ولي العهد عنده أرق شديد ومش بيعرف ينام إلا على القصص المثيرة بتاعت رو، ولما بيصحى بيفضل يدور عليها عشان تحكي له قصص تانية. وطبعا رو المادية الحقيرة مش بتحكي القصص المثيرة والنميمة دي كده ببلاش، ولكن بتاخد عليها فلوس كتير. وبتبقى شغالة في محل مشروبات، ولما صاحب المحل مش بيرضى يديها المرتب بتاعها بتعنده، وبتشرب المشروبات بتاعته وبتفضل ماشية في الشارع وهي سكرانة. وفي الوقت ده منه والبطل بيلاقوا واحد نصاب فبيفضحوه، والناس كلها بتفضل تضرب فيه، ولكن النصاب مش بيسكت وبيبقى عايز ينتقم منهم، فبيبعت رجالته يجروا وراهم عشان يمسكوهم. فمنه والبطل بيطلعوا يجروا بيفترقوا عن بعض، وبيتفقوا ان هم هيتقابلوا عند بوابة القصر. واثناء ما البطل بيجري بيخبط في رو اللي بتبدأ تسبله، ولكنه بيقول لها مش وقت خالص، وبيرميها وبيطلع يجري، ولكنه بيلاحظ ان في واحد هيخبطها فبيجري وبينقذها، فبتستغل الفرصة دي وبتقول له صدق انت وسيم قوي، فبيرميها وبيمشي. وعلى جانب اخر كبير المستشارين بيبقى عايز يقتل ولي العهد بالرغم ان هو ما يعرفش شكله، ولكنه بيبقى عارف ان هو موجود في القصر، فبيبعت له واحد عشان يقتله ويمسكوا هم الحكم، ولكن ولي العهد بيتفاداه. وبعد كده الحارس بيجي يقتل الراجل ده، وبيحاول ولي العهد ان هو يعترض، بس الحارس بيقول له انا ماليش دعوه، الملكه امرت ان اي حد يشوف وشك او يضايقك لازم يموت. وللاسف مون بيبقى واقف مستني البطل عند بوابه القصر، وبالغلط بيسمع الكلام اللي ما بين ولي العهد وما بين الحارس، لا وكمان بيشوف وش ولي العهد، فبيصوت وبيطلع يجري، ولكن الحارس بيطلع يجري وراه، بس البطل بيظهر وبينقذ مون وبيهربوا من الحارس. وبيفضل مون يحكي للبطل ان هو شاف ولي العهد، بس البطل ما بيكونش مصدقه، وبيطلب من مون ان هو يديله السلسله عشان هيدور على عيلته مكانه، لان هو دلوقتي في خطر وفي ناس بتطرده. وفي تاني يوم البطل بيفضل يسال الناس اذا كان اي حد فيهم يعرف حاجه عن السلسله دي، بس محدش بيفيده. وفي الوقت ده مون بيبقى قدام حانه وبيلمح رو وهي لابسه سلسله شبه سلسلته، وبيحاول ان هو يتكلم معاها، بس الحرس بيمنعه ومش بيعرف يدخل، ولكن مون مش بيستسلم وبيعمل نفسه واحد من اللي شغالين في الحانه وبيدخل عشان يدور عليها. وبنعرف ان رو جايه هنا عشان تجمع الستات كالعاده وتعمل جلسه نميمه وتحكي لهم قصص رومانسيه مثيره، وطبعا الستات بيبقوا مبهورين بيها، والرجاله هم كمان بيتصنتوا عليها وبيسمعوا القصص اللي هي بتقولها، وكمان ولي العهد بيسمعها وهو قاعد في اوضه لوحده وبيبقى متاثر. واثناء ما مون ماشي بيخبط في واحد من ولاد الناس الاغنياء اللي ما بيكونش طايقه، وبيفضل يتنمر عليه لان هو فلاح، وبيفضل يضرب فيه وكان هيموته، بس البطل بيظهر في اللحظه دي وبيضرب الشاب ده وبينقذ مون. ونروح لرو اللي بتتفاجئ لما بتلاقي واحد داخل عليها، وطبعا ما تعرفش ان هو ده ولي العهد اللي بيعرض عليها تحكي له قصص لغايه ما ينام. فملكه الكرامه بتقول له انا مستحيل اوافق، بس الماديه الحقيره اول ما بتشوف الفلوس عينها بتلمع وبتقول له خدمتك، وبتقعد جنبه طول الليل تحكي له قصص لحد ما هي بتنام، بس هو بيفضل صاحي. ونروح للحارس اللي بيفضل يدور على مون لحد ما بيلاقيه هو والبطل في الغابه، والحارس ما بيصدق وبيضربهم هما الاثنين، وبيبقى البطل تعبان ومش قادر يصده،
وفي اللحظة دي بيوصل ولي العهد اللي بيقول للحارس ان هم خلاص ماتوا وبيطلب منه ان هو يمشي، بس البطل بيبقى لسه عايش وبيشوف الاسورة اللي ولي العهد لابسها فبيفكر ان هو ده اللي قتل صاحبه. في الوقت ده الدكتور واللي هو ابوه منه بيوصل للغابة عشان يدور عليه، وده لان في واحد قال له ان في شاب جه ومعاه السلسلة بتاعت عيلتهم وبيدور عليه، والدكتور بيوصل على اخر لحظة ولما منه بيشوفه بيفتكره وبيعرف ان هو ابوه بعد كده بيموت، فالدكتور بيدفنه وبعد كده بياخد البطل وبيروحه عند البيت وبيعالجه لغاية ما بيخف. ولما البطل بيفوق ابوه منه بيديله هدوم جديدة وكمان تصريح خروج من العاصمة عشان يعرف يمشي ومحدش يعمل له حاجة، بس البطل بيرفض وبيعرف الدكتور ان هو مش هيمشي من هنا الا لما يقتل اللي قتل منه ومش بيرضى لا ياكل ولا يشرب. ولما روب تعرف ان هو رافض الاكل بتدخل تتحايل عليه ان هو ياكل ويشرب عشان يخف، وبتبقى مفكرة ان هو واحد من المرضى بتوع ابوها لان هي ما شافتش وشه وكمان ما تعرفش ان هو البطل الواخد اللي هي قابلته في السوق. وبعد لما بتمشي البطل بيفتكر ان منى قال له ان هو عنده اخت طيبه وجميله، ومنى طلب من البطل ان هو يتجوز اخته، بس هو قال له لا مستحيل طبعا، وبيبقى البطل هو كمان ما شافش وشها بس بيتاثر بالكلام اللي هي قالته له. ولما البطل بيخف بيقرر ان هو هينتقم لصاحبه ويقتل الشخص اللي قتله. وعلى جانب اخر الملكه بتطلب من واحد اسمه كيمو اللي كان صاحب جوزها ان هو يجمع مجموعه من الشباب الوسيمين ويسميهم الهورانج ويدربهم على فنون القتال لحد ما يبقوا مقاتلين شجعان عشان يحموا ابنها ولي العهد لما يمسك الحكم. فكيم بيرفض، ولكنها لما بتقول له ان هو لو عمل كده هي هتتنازل عن الحكم لابنها بيوافق على طول، وده لان هو وكل الناس اللي في المملكه ما بيكونوش طايقينها ونفسهم يخلصوا منها. والملكه بتشترط على ان الرجاله اللي هيجيبهم دول لازم يكونوا وسيمين وكمان من عائلات راقيه واغنياء. وكيم بينشر الخبر في المملكه كلها، وطبعا كل الرجاله الوسيمين بيتجمعوا وعلى راسهم ابننا القمر تي اللي بيبقى اسمه هان، وبيعجب بالفكره وبيكون اكتر واحد متحمس وبيقرر ان هو هيشارك في الهورانج. ونروح لرو اللي بتبقى مديونه الواحد بفلوس، فالراجل ده بيطلب منها ان هي تجمع له معلومات عن اوسم شباب موجودين في العاصمه، وفي مقابل كده هو هيلغي الدم بتاعها، وطبعا عشان هي ما تدفعش بتوافق على طول وبتاخد دفتر ملاحظاتها وبتجري ورا خيره شباب العاصمه وبتبدا ان هي تكتب اساميهم وصفاتهم المميزه، بس بتبقى سرحانه في البطل اللي هي قابلته في السوق وكمان في ولي العهد اللي بيبقى في الوقت ده قالب الدنيا كلها عشان يوصل لها. ولما بيعرف ان هي في السوق بيروح عشان يقابلها، وبالصدفه البطل بيلمح في ايديه الاسوره وبيفتكر ان هو شافها ساعه ما صاحبه اتقتل وبيفكر ان هو ده القاتل وبيطلع يجري وراه، بس ولي العهد بيلاحظ ان في حد ماشي وراه فبيستخبى وبيطلب من رو ان هي تمشي عشان ما تتأذاش. ولكن البطل بيوصل لمكان ولي العهد وبيهدده ان هو لو ما طلعش دلوقتي هيقتله زي ما هو قتل صاحبه. واثناء ما رو بتهرب البطل بيهجم عليها، فولي العهد بيتدخل وبيضربه عشان يحميها بعد كده بيجري، وللاسف البطل مش بيلحقه بس بيلاقي الاسوره بتاعته واقعه فبياخدها وبيحتفظ بيها. ولما مساعد ولي العهد بيعرف اللي حصل بيزعق له، وده لان الاسوره كانت الدليل الوحيد ان هو الملك، فولي العهد ما بيبقاش مهتم، وده لان امه مش عايزاه يبقى الملك اساسا وكمان بتجهز حفله عيد ميلاده ومش هتخليه يحضرها. ولما رو كانت مروحه بتقابل البطل فبتهجم عليه وبتتهمه ان هو حرامي، وده لان الهدوم اللي هو لابسها هدوم اخوها. وفجاه الدكتور بيجي وبيعرف ان ده يبقى اخوها، والدكتور بيطلب من البطل ان هو يفضل هنا لحد ما يتعالج ويخف وكمان يمثل ان هو ابنه ويستخدم اسمه عشان محدش يأذيه. فالبطل بيوافق وبيبقى اسمه سون، وده لان الاسم الحقيقي المن هو سون. وطبعا روما بتصدقش ان هو اخوها وبتفكره نصاب، بس هو بيقول لها على علامات في جسمها وحاجات كانت بتعملها وهي صغيره، وطبعا الحاجات دي كلها من كان قايلها له بس هي ما بتبقاش مصدقاه. ولما كانت قاعده بتفتكر ان هي لما كانت سكرانه قابلته في السوق وقالت له ان هو وسيم فبتصوت وبتفضل تدعي ان هو ما يفتكرهاش، ولكنه في تاني يوم بيفتكرها وبيقول لها خلي بالك انت بتبقي فظيعه قوي لما بتشربي، فبتصوت وبتفضل تخبط راسها في الترابيزه لان هو افتكرها. وبعد شويه بتلاقي ولي العهد جاي وبيمثل ان هو تعبان، بس هي بتقول له امشي انا مش فاضيه لك، فهو بيقول لها انا مش هتحرك من هنا لما تعالجيني. وفي يوم عيد ميلاد الملك الملكه بتخرج عشان تحيي الشعب اللي بيستغرب ازاي الملك لحد دلوقتي مش موجود، وامه الحربايه دي هي اللي بتحكم، وولي العهد بيبقى واقف زعلان لان هو مش عارف يحتفل بعيد ميلاده ولا يقول لهم ان هو الملك. وسن هو كمان بيبقى واقف مع الشعب، ولما بيشوف الحارس بيفتكر ان هو ده اللي قتل صاحبه فبيهجم عليه عشان يقتله، بس الحرس بيمسكوه. فالدكتور بيتدخل وبيطلب من الملكه ان هي تسامح ابنه وتقتله هو مكانه، فهي بتاخدهم هما الاثنين القصر وبتقرر تعاقبهم. والملكه بتهدد سن ان هي هتموت ابوه واخته لو ما انضمش للهورنج، فعلى طول بيوافق فبتفرج عنه وبتمشيه. ولما بيخرج بيلاقي رومي مستنياه ومش بيلحق يتكلم معاها وبيغمى عليه، فبتضطر ان هي تشيله على ظهرها وبتروحوا البيت. وفي الوقت ده الملكه بتبقى مع الدكتور وبنعرف ان
هما الاتنين كانوا مرتبطين زمان، بس هي سابته وراحت اتجوزت عمها اللي في الوقت ده كان الملك. فالدكتور ما استحملش وراح اتجوز واحدة تانية واللي كانت خدامة وخلف منها سنورو. وطبعا لما الملكة عرفت اتضايقت وان هو ازاي يسيبها ويبص الخدامة، فكرشت مراته وابنه برا العاصمة. وطبعا الدكتور بيبقى شايل كل ده في قلبه، ولما بيشوفها بيفضل يزعلها، فهي بتقوله ريح نفسك انا كده كده هعمل اللي في دماغي وابنك هينضم للهورانج. وبعد كده الملكة بتجمع الوزراء وبتعرفهم ان هي هتأسس الهورانج عشان يدافعوا عن ابنها لما يمسك الحكم وكمان يحموا المملكة. فالوزراء كلهم بيعترضوا ومش بيخلوا حد من عيالهم يشارك، فالملكة بتتعصب، بس كيم بيطمنها ان هو هيلاقي حل. وكيم بيستدعي رو اللي بتقول انا جمعت لك المعلومات عن الشباب اللي انت عايزهم، بس مش هقول لك اي حاجة لما تديني فلوس تانية. فهو بيقول لها ماشي يا حقيرة. فبتبدأ تحكي لهم وتعرفهم ان المملكة متقسمة لثلاث فئات. اول فئة فيها هي فئة المحايدين، واشهر واوسم شاب فيها هو يو. والفئة التانية هي فئة المعارضين للملكة، واشهر واوسم شاب فيها هو ريو، واللي بيكون ابن كبير المستشارين بس بالتبني. وبتعرفهم ان الفئة التالتة هي فئة الداعمين للملكة، واشهر شاب فيها هو سوهو. وبتعرفهم ان في شاب رابع وسيم برضه من عيلة غنية اسمه هان، وده بيهتم بحاجات غريبة وعلى طول بيضحك. ورو بتقول لهم ان اخطر اتنين هما سوهو وريو، لان هما مش بيطيقوا بعض وعلى طول بيتخانقوا. فكيم بيستغل الخلاف اللي ما بينهم وبيبعت لكل واحد فيهم رسالة على اساس ان التاني اللي بعتها له، وبيطلب منه ان هو يقابله في المنطقة المقدسة. وفعلا الرسالة بتوصل لهم، وكل واحد بيجمع صحابه وبيتقابلوا بالليل. وبتبدا العركة ما بينهم وبيتحانوا بعض لحد ما الحراس بييجوا يقبضوا عليهم. والملكة بتهددهم ان اللي مش هينضم للهورانج هي هتقتله، لان هما تعدوا على المنطقة المقدسة، فعلى طول كلهم بيوافقوا. وتاني يوم ولي العهد بيقرر ان هو هينضم للهورانج عشان يبقى اقوى وينتقم من امه. فبيروح لكيم وبيكذب عليه وبيقول ان هو اسمه جي وكان متربي بره وحابب ينضم للهورانج، بما انهم بيقبلوا اي حد غني ووسيم، فعلى طول كيم بيوافق. ونروح للملكة اللي بتفرج عن الدكتور، وكمان بتبعت رسالة لسنو بتعرفه ان هو يجهز نفسه خلال 10 ايام عشان هينضم للهورانج. والدكتور بيطلب من رو ان هي تعلم سنة اي حاجة باعتبار ان هو اخوها، وكمان عشان هو شاب فاشل وما يعرفهمش لما يدخل هناك. وبالرغم ان هي مش طايقة الا ان هي بتعلمه وبتبدأ معاه من اول الحروف لان هو فاشل. ورو بتمسك ايده عشان يكتب، بس ابننا بيبقى مكسوف، وقبل ما تقرب منه بيوسخها بالحبر في وشها. وفجأة صاحبة رو بتيجي، ولما بتشوف سن بتقع في دباديبه وبتفضل تزعلها، بتقول لها بقى انت عندك اخ زي القمر زي ده ومخبي عني فين. فرو بتقول لها ارحميني، وبتاخد منها الحصانين بتوعها عشان تدرب سن على ركوب الخيل. واثناء ما هي بتعلمه، واحد من العيال الصغيرين بيحذف على حصانها طوبه، فبيطلع يجري وهي بتبقى راكبه وعماله تصوت. وسن بيجري وراها عشان ينقذها، ولي العهد بيشوفها وبيجري وراها هو كمان، وفعلا بيقدروا ينقذوها. واول لما بتنزل بتحضن سن وبتشكره لان هو انقذها، وطبعا ولي العهد بيبقى واقف وهيولع من الغير عليها. وفي الوقت ده سوهو وريو بيتخانقوا سوا وبيقرروا يخشوا مباراه كره قدم ضد بعض. وعشان فريق سوهو مش كامل بيعرض على سن ان هو ينضم ويبقى معاهم. ولما روب تعرف ان هم هورانج وكمان ولاد الناس الاغنياء، بتقول لهم اخويا سن موافق. فولي العهد بيغير اكتر وبيقول لهم انا هلعب معاكم انا كمان. والمباراه دي مش بتبقى مباراه عاديه، ولكنها بتبقى مباراه ملحميه، وده لان كل ستات العاصمه متجمعين وكل واحده بتشجع لها واحد من الموزز اللي بيلعبوا دول. ولما بتبدا المباراه كلهم بيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بيدخل جول في سن اللي بيتعصب وبيقول لهم سيبوني، وبياخد الكوره وبيروح يدخل جول في نفسه وبيبقى مبسوط. فسوهو بيقول له الله يخرب بيتك احنا كده هنخسر، مفروض تسجل في المرمى التاني. فبيقول له من عناية وبيدخله كذا جول ورا بعض. وولي العهد بيبقى غيران لما بيشوف رو بتشجع سن، فبيتعصب وبيدخل جول هو كمان، وبكده فريق سوهو هو اللي كسب. ولما كانوا مروحين سن بيشيلها على ظهره لان رجلها وجعاها، فبتستغل الفرصه وبتقعد تتريق عليه وبتعمل له حاجات هبله على راسه. ولما بيجي ميعاد انضمامه للهورانج بتاخده للسوق عشان تشتروا الحاجات اللي هيلبسها، بس النصاب بيجي وبيخطفها. وبيبقى النصاب عمل كده عشان ينتقم من سن اللي لما بيعرف ان هي اتخطفت بيجري عشان ينقذها. ولما ولي العهد بيلاقي سن بيجري بيعرف ان في حاجه خطر، فبيطلع يجري هو كمان، بس للاسف رجاله النصاب بيمسكوهم وبيثبتوهم هما الاثنين. وبعد كده النصاب بيضربهم وبيكتفهم، ولما بيفوقوا هما الاثنين بيفضلوا يتخانقوا سوا. وولي العهد بيبقى غيران من سن لان هو بيفكره حبيب رو، فبيفضل يضرب فيه جامد، بس لما بيعرف ان هو اخوها بيقول حبيبي يلا بينا نفك نفسنا من هنا قبل ما يحصل فينا زي اللحمة اللي قدامنا دي. وفعلا سن بينجح ان هو يفك نفسه وبيضرب الراجل اللي كان جاي يقتلهم، وبعد كده بيفك ولي العهد وبيروح عشان يدوروا على اخته. وفعلا بيقدروا يوصلوا لها، وولي العهد بيقول لسن خد اختك وامشي وانا هتصرف مع الرجاله دي. وعشان سن عارف ان ده عيل فافي بيمشي اخته وبيروح يضرب معاه. ونحظهم الحلو ان مساعد ولي العهد بيجي وبيضرب النصاب ورجالته، فرجالتنا بيقدروا يهربوا. وبسبب كل اللي حصل ده بيتاخروا على حفله الترحيب، بس بيوصلوا على اخر لحظه. والملكه بتتصدم لما بتشوف ولي العهد، فكيم بيعرفها ان هو قريبه من بعيد وهينضم معاهم للهورانج.
الملكة ما بتقدرش تعترض وبتعدي الموضوع. وبالليل سن بيفضل يفكر في رو فبيبص عليها وهي قاعدة، بس ابننا الجبان بيستخبى اول ما هي بتبص ناحيته. وبعد شوية رو بتدخل عنده وبتفكره نايم وبتشكره لان هو انقذها من النصاب، بس بتتفاجئ لما بيلاقيه صحى وبيقول لها انت اختي وانا هحميكي دايما. وتاني يوم الاخت الحنينة بتروح تلبسه فبيقول لها انا وسيم صح؟ فهي بتقول له لا طبعا، من المغفل اللي قال لك كده. وبتقول له ما تنساش تشاور لي وانت ماشي في الموقف، فهو بيقول لها مستحيل اعبرك. بس سون الحنين بيفضل يبص عليها ولكنه ما بيشوفهاش لان هي بتبقى واقفه في الجنب التاني. وبالغلط رو بتخبط في واحد وبتقطع له هدومه فبيتعصب وكان لسه هيضربها، بس لما بيعرف ان هي البت اللي بتحكي قصص بيقول لها بقى تعالي لي عشان تكملي لي القصص الرومانسيه اللي بتحكيها. ولكن ولي العهد بيجي وبيدي الشاب ده فلوس وبيمشيه وبيقول للبطله انت من النهارده مديونالي يبقى هتسمعي كلامي. وفي اول يوم تدريب ليهم كهورانج كيم بيطلب منهم ان هم يشربوا مشروب جامد، فمعظمهم بيستحملوا الا هان اللي بيبقى بسكوتيه خالص وبيفضل يكلم نفسه. وبعد كده كل واحد فيهم بيسحب بطاقه واللي بطاقته هتطلع شبه التاني هيقعدوا مع بعض في نفس الاوضه. وكيما بيعرفوا ان اي حد ممكن ياخد الاوضه اللي هو عايزها بس بشرط يضرب صاحبها. وبتبدا الملحمه ما بينهم وبيبقوا ماشيين بمبدا اللي يعيش يعيش واللي يموت يموت والبقاء للاقوى لحد ما كلهم بيتدغدغوا. وسن بيبقى تعبان فبيطلب من ولي العهد ان هو يشيله، فهو بيقول له انا مالي، هو انا خدمتك ولا ايه؟ بس بعد كده بيصعب عليه وبيشيله وبيدخله اوضته. ولما بيوصلوا بنكتشف ان هما الاثنين هيبقوا مع بعض في الاوضه وكمان معاهم سوهو وري ويو، وما بيكونش حد فيهم هما الخمسه طايق التاني. وتاني يوم الصبح بتبدا الخناقه ما بينهم وبيفضلوا يضربوا في بعض، وزمايلهم بيبقوا واقفين بره وعمالين يضحكوا عليهم لحد ما كيم بيجي وبيوقف الخناقه. وكيم بيجمعهم كلهم وبيقول لهم انا عايزكم تنسوا حياه الطرفين اللي انتوا كنتوا عايشين فيها، لان هنا محدش هيخدمكم وكل واحد هيخدم نفسه بنفسه. وبيبدا كل واحد يغسل هدومه لنفسه، لا وكمان بينظفوا مكان الحيوانات. والصحيان بيبقى من بدري، وطبعا دول ناس بهوات ومش متعودين على الكلام ده. وعلى رأسهم هان اللي بيبقى فافي خالص وبيفضل يتحايل عليهم ان هم يسيبوه ينام شوية، بس في الاخر بيصحى زي بقيت زمايله. ولما بيجي وقت الغدا ريو بيفضل يشتم في رو ويتريق عليها، فسن مش بيستحمل وبيمسكه يضربه لحد ما كيم بيجي وبيزعلهم كلهم وبيسألهم مين اللي بدأ الخناقة، فسن بيعترف على نفسه، فكيم بيحبسه وبيعاقب الباقي. ونروح لرو اللي بتبقى في الوقت ده قاعدة مع صاحبتها واللي هي اخت سوهو، وبتعرفها ان اخوها سن وحشها قوي. فاخت سوهو بتقول لها يا بختك على الاقل اخوكي محترم زي اخويا الصيع مصاحب كل ستات العاصمة، ده انا ببقى ماشية محرجة في الشارع وكمان بوطي راسي لحسن حد يعرفني. وبعد شوية رو بتروح للهورانج عشان تعالجهم بعد ما اتخانقوا لان كلهم دلوقتي متعورين. وبالرغم ان هان هو اكتر واحد اتعور فيهم الا انه لما بيشوف رو بينخ قدامها وبيبدأ يعجب بيها وبيقول لها خلي بالك انا راجل جامد قوي والتعوير دي ما بتأثرش فيا، وبيفضل يتكلم معاها بطريقة لطيفة لان هو معجب بيها. وبعد شوية ولي العهد بيجي وبيقول لها بما انك مديونالي بفلوس تعالي بقى عشان تنيميني، وبيسند على ظهرها وبينام فعلا، وهي بتبقى مستغربة هو بيعمل ليه كده. وفي الوقت ده الملكة بتوصل لمقر الهورانج، واول ما سوهو بيشوفها بينخ قدامها وبيبدأ يعجب بيها، خصوصا ان هو كان بدا يحس بمشاعر ناحيتها لما شافها في الموكب قبل كده. وبتبقى الملكه جايه هنا عشان تزعق لكيم لان هو حبس سن، وبتعرفه ان سن ده اهم واحد في الهورانج كلهم وهو لازم يعامله كويس. واثناء لما الملكه كانت بتتمشى بتلمح ولي العهد وهو قاعد مع رو فبتتضايق، وده لان هي مش بتحب رو. وبعد كده رو بتروح تعالج سن اللي بيطلب منها ان هي تمشي من هنا، بس هي بتقول انا ما بحسش بالامان طول ما انت بعيد عني، وكمان انا بقيت الدكتوره بتاعتكم يعني هفضل قاعده معاكم. وبعد كده كيم بيجي يزعق لسن وبيعرفه ان بعد 3 انذارات ليه هو هيمشي من الهورانج، وان هو النهارده هيفرج عنه عشان خاطر الملكه. وبعد كده كيم بيجمعهم وبيطلب منهم ان هم يذاكروا كويس لان في المره الجايه هيبقى في امتحان وكل واحد هيكتب له مقال عن الملك. ولما روب تعرف بتتخض، وده لان اخوها فاشل فبتخاف عليه لا يسقط ويمشوه من الهورانج، فبتروح عشان تذاكر له. وبالرغم ان سن ما يعرفش اي حاجه في اي حاجه الا انه بيتعلم عشان خاطرها، بس بيفضلوا يهزروا ويلعبوا هما الاثنين. ولما ولي العهد بيشوفهم بيتضايق فبيروح لروب بيقول لها بما انك مديونالي بفلوس فانا عايزك تعلميني مع اخوكي. وللاسف هما الاثنين ما بيكونوش طايقين بعض وبيفضلوا يتخانقوا ومحدش بيذاكر حاجه. وبعد لما سن بيمشي ولي العهد بيطلب من روب ان هي ترسم له صوره للملك، فبترسمه له على هيئه عصفوره صغيره وبتقول له بالرغم ان انا معرفش وشه لان انا حاسه ان هو غلبان، وده لان امه ست حربايه وهي اللي متحكمه في كل حاجه. وفجاه ولي العهد بيقرب منها وبيبوسها، وهي بتسمع صوت اخوها جاي فبتاخده وبيستخبى لحسن اخوها يشوفهم. وفعلا سن بيبقى شافهم وبيستنى لما ولي العهد بيطلع وبيضربه وبيقول له ابعد عن اختي، بس هو بيقول له لا مش هسيبها لان انا بحبها. فبيتمشى سن وهو زعلان لحد ما بيقابل كيم اللي بيقول له خلي بالك مخالف للقواعد ان انت تفضل سهران ولازم تنام بدري، فهو بيقول له سيبني في حالي. فكيم بيقول له طيب. وتاني يوم بيعاقبهم كلهم وبيقول لهم انا ماليش دعوه طالما واحد من الاوضه غلط كل زمايله هيتعاقبوا معاه. وطبعا
طبعا كلهم ما بيكونوش طايقين سن ونفسهم يولعوا فيه، بس لما حصة الغسيل بتيجي ريو بيزعق له، بيرمي له هدومه وبيقول له اغسلها لي بقى عشان اتعاقبت بسببك. ووسط الخناقه دي ولي العهد بيتسحب وبيروح لرو بيقول لها انا عايز اكشف عشان تعبان، فهي بتقول له ابعد عني احسن لك، فبتقوم شكاب الابره وهو مش بيقدر ان هو يتحرك وبتنجح ان هي تهرب منه. وبالليل رجالتنا المجتهدين بيفضلوا يذاكروا ويدحوا عشان الامتحان بتاع بكره، ولكن ما شاء الله الله اكبر عليهم كلهم بيسقطوا عشان غشاشين ومش بينجح منهم الا ريو وولي العهد. وبالرغم ان ورقه ولي العهد فاضيه الا ان كيم اعجب باجابته اللي شرحها له عن وجهه نظره في الملك، وده على عكس سون اللي لما بيجي يشرح لكيم وجهه نظره عن الملك بيرفضها وبيسقطه، وده لان كلامه مخالف للكلام اللي هو قال لهم يذاكروه. في الوقت ده رو بتبقى متوتره وخايفه على اخوها، ولما بتعرف ان هو سقط وولي العهد اللي سايب ورقته فاضيه نجح بتروح تتخانق مع كيم وتقول له ايه الكوسه دي، يعني انت نجحت التاني عشان قريبك وسقطت اخويا، انا لازم افضحك في العاصمه كلها. فهو بيقول لها هعمل لك كل اللي انت عايزاه بس سيبيني اروح الحمام ابوس ايدك. وبعد كده بتروح تقابل سن وبتطلب منه ان هو ما يزعلش وان هو اكيد هينجح في المره الجايه، وبتعرفه ان النهارده ذكرى وفاه امهم، وسن بيعرف زمايله ان النهارده ذكرى وفاه امه وبيسالهم هو المفروض يعمل ايه. فيوبي يقول له انت لازم تخرج من هنا عشان تقضي الوقت ده مع عيلتك. وطبعا بما ان خروجهم مخالف للقواعد فيوبي يروح يخدر كيم ورجالته كلهم، وهم الخمسه بيقدروا يهربوا وبيتفقوا ان هم هيتقابلوا هنا بعد ما كل واحد فيهم يخلص مشواره، وبعد كده بيفترقوا عن بعض. وسن بيروح وبيقضي الوقت ده مع عيلته، ولما كان بيتمشى مع اخته بيقول لها ان صوت امهم كان حلو قوي وهي بتغني، فروب تستغرب وبتعرفه ان امهم كانت خرصه، وطبعا سن بيخاف لحسن تكتشف ان هو مش اخوها، بس روب تعدي الموضوع وبتقول له انت اكيد نسيت. وعلى جانب اخر اخت سهو بتشوف ريو فبتفكر اخوها فبتروح تضربه من ورا، واول لما بيلف وبتشوفه بتتصدم وبتتهمه ان هو اللي اتحرش بيها. وسهو لما بيعرف ان ريو اتحرش باخته بيهجم عليه وبيضربه، بس اخت سهو بتضربه على راسه لحد ما بيغمى عليه عشان تحمي ريو. وبعد كده رجالتنا بيتجمعوا زي ما اتفقوا، ولكنهم بيتفاجئوا بكيم اللي بيقفشهم، وعلى طول تاني يوم بيعاقبهم وبيخليهم يشيلوه، وطبعا هم بيبقوا متعصبين، بس اللي بيعصبهم اكتر ان هو بيرجع عليهم. وفي الوقت ده هم بيبقى مجمع زمايله وعامل جلسه نميمه، وبيعرفهم ان ريو اتحرش باخت سوهو، ومن حظ ريو الحلو ان سوهو مش بيفتكر حاجه فبيستغل الفرصه وبيعامله كويس عشان يقرب منه. وعلى جانب اخر ولي العهد بيدي روي علبه الابر بتاعتها، فما بتكونش طايقاها وبتفضل تهزقه، وعشان هو عارف ان هي ماديه حقيره بيجيب لها هدايا من الذهب والفضه، وبيبقى مفكر ان هي هتقع في حبه لما تشوف الهدايا، وللاسف بيحصل العكس وهي بتهزقه رغم ان هو اعترف لها بحبه. ونروح للملكه اللي بتعمل اجتماع وبتعرفهم ان في العيد الجاي الهورانج هيقدموا فقره غنى ورقص، وده عشان يقربوا من الشعب، بس كبير المستشارين بيعترض وبيروح يقتحم مكان الهورانج عشان يقابل سون. وكبير المستشارين بيعرف سون ان هو ضد الملكه، وكمان بيقول له ان صاحبه اتقتل لان هو شاف وش الملك، وسون بيتصدم لما بيعرف ان ده سبب موت صاحبه. وكبير المستشارين بيطلب منه ان هو ينضم له عشان يخلصوا على الملكه سوا. واثناء حصه الرقص سون بيتصدم لما بيعرف ان الراجل اللي رباه بره العاصمه هو اللي هيدربهم. ولما الحصه بتبدا رجالتنا بيفشلوا فشل ذريع ومحدش فيهم بيعرف يرقص الا هان وسوهو اللي بيبقوا اشطر اتنين فيهم. وطبعا الوضع ده مش بيعجب ابننا السن اللي بيتكرر يبقى جامد فبيتدرب على الرقص لوحده، ولكن لما رو بتشوفه بتفضل تهزقه وبتقوله بقى ده رقص ده، وبتبدا هي تعلمه. ولما الليل بيجي بيبقى كلهم تعبانين وكمان مش بيعرفوا يناموا بسبب الموسيقى اللي شغاله، وبيتفاجئوا بهان اللي بيقتحم عليهم الاوضه وبيقول لهم انا هنام هنا لان انا اوضتي دوشه قوي، وطبعا كلهم بيكرشوه فبيروح ينام جنب سن. وفي تاني يوم ولما رو بتعرف ان المدرب هو اللي رب اخوها بتروح تتكلم معاه، ولكن من الكلام معاه بتحس ان سن مش اخوها، فبتروح تساله فبيعرفها ان اخوها الحقيقي مات وان هو صاحبه، فبتمشي وهي بتعيط. ولما ولي العهد بيشوفها بيفضل ماشي وراها في العاصمه كلها من الصبح لغايه بالليل، وكمان بيقول لها يا بنتي قولي لي مين اللي مزعلك وانا اقتله عشان خاطرك، بس هي بتفضل تعيط لحد ما بتروح البيت. وفي تاني يوم الاميره بترجع بعد ما كانت مسافره بره عشان تتعالج، ولما الملكه بتشوفها بتقول لها جهزي نفسك عشان انت هتروحي تقيمي مع الهورانج، وبتبقى الملكه عامله كده عشان الاميره تساعد الهورانج في التدريب على الرقص والغنى. وطبعا يا جماعه كلنا في اللحظه دي نفسنا نرمي الاميره ونروح احنا مكانها، ممكن ندربهم عادي. وفي اول يوم ليها سن بينقذها من تعبان كان هيقرصها، لا وكمان بيعاملها ببرود وبيهزقها، وكعادة اي واحدة معدومة كرامة بتقول بس يا ده ما هزقني يبقى انا هحبه. وفي تاني يوم واثناء حصه الرقص رجالتنا الفاشلين بيفضلوا فاشلين ومش بيعرفوا يعملوا حاجه، ولكنهم لما بيعرفوا ان الاميره هتبقى معاهم وكمان هي اللي هتعلمهم بيعترضوا، بس الاميره بتبقى جامده وبتعلم عليهم وبتبهرهم بمهاراتها فكلهم بيتخرسوا. وفي يوم العيد ولي العهد بيروح لرو بيقول لها انت لازم تيجي لان انا هرقص عشان خاطرك، وكمان اخت سوهو بتبعت جواب لريو وبتعرفوا ان هي هتروح تتفرج عليه وهو بيرقص وهتشجعه. وللاسف كبير المستشارين بيطلب من ريو ان هو يقطع الالات الموسيقيه عشان العرض يبوظ،
بس ريو مش بيقدر، فكبير المستشارين بيبعت واحد تاني عشان يبوظ الآلات وفعلا بيبوظها، ولكن المدرب مش بيستسلم وبيستخدم الحلل والحاجات اللي في المطبخ عشان يؤدي بها العرض، وبيبقى في اتنين منهم ناقصين اللي هما ريو وولي العهد. فهم بيجري على رو بيعرفها ان في اتنين منهم ناقصين وبيطلب منها ان هي تدور عليهم بدل ما كيم يسقطهم كلهم، فبتخاف لحسن اخوها يسقط وبتروح تدور على ولي العهد، وبالصدفة بتلاقيه واقف مع الملكة وبتسمعه وهو بيتكلم معاها وبتعرف ان هو الملك، وعلى طول الحارس بيجي من وراها يضربها لحد ما بيغمى عليها، فالملكة بتطلب منه ان هو ياخدها على القصر لحد ما الاحتفال يخلص. ولما الاحتفال بيبدأ مش محتاجة اقول لكم ان معظم الحاضرين بيبقوا ستات وجايين هنا عشان يتفرجوا على جمال الهورانج اللي العرض بتاعهم بينجح، والملكة بتبقى مبسوطة. بعد كده بتروح القصر وبتطلب من الحارس ان هو يقتلها لان هي شافت وش الملك، بس الملك بيجي يلحقها وبيعرفه من اللي هيأذيها هو هيقتله وبياخدها وبيمشي. وطبعا روب تبقى مصدومة وبتفتكر الشتيمة والتهزيق اللي هي كانت بتهزقه له، فبتقول له انت هتموتني صح؟ فهو بيقول لها هفكر. واثناء ما هما ماشيين بيقابلوا سن اللي كان بيدور عليها، ولما بيلاقيها بياخدها عند ابر اخوها وبيبدا يحكي لها عن اخوها وبيعرفها ان اخوها كان بيحبها قوي وان هو طلب منه ان هو يحميها وعشان كده هو جنبها دلوقتي، وبيقول لها سواء وافقتي او رفضتي انا هفضل دايما اخوكي واحميكي. وتاني يوم بيبقى اجازه للهورنج فمعظمهم بيروح الحانه، وهاني الفتان بيعرف سوهو ان ريو اتحرش باخته، وسوهو بيفتكر كل حاجه وبيروح يضرب ريو، ولكن اخت سوهو اللي عايزه الحرق دي بتضربه على راسه لحد ما بيغمى عليه عشان يبعد عن حبيبها ريو، والمره دي مش بتعدي بالسهل لان سوهو بيفوق وبيفتكر كل حاجه وبيمسك اخته ويضربها، بس هي بتعرفه ان هي اللي ضربت ريو وان هو ما اتحرش بيها. ولما بيرجعوا للهورانج كيم بيعرفهم ان كل واحد فيهم هيبقى له تابع عشان يتعلم منه وكمان يساعده، وبيبقى من اشهر التوابع كانجي صاحب ريو اللي بيبقى تابع ليه، وكمان بيبقى فيه دان اخو هاني الكبير، وكمان مساعد ولي العهد بيقدم وبيعمل نفسه شاب روش وعنده 22 سنة عشان يبقى جنب ولي العهد. وبنعرف ان دان اختار يبقى تابع لسن اللي بيستغرب وبيسأله اشمعنى اختاره هو بالذات وليه ما بقاش مع اخو هان، فهو بيقوله ان هو ابن الخدامة وعيلته بتعامله وحش، وهو بيقول لسن انا عارف ان انت كمان ابن الخدامة يعني احنا الاتنين زي بعض، وبيبقى هان زعلان ان اخوه الكبير سابه وراح يبقى تابع لسن، وبيدخل في حالة اكتئاب شديدة وبيروح يحكي الرعاة اللي حصل، فبتطمنه وبتقوله ان اكيد كل حاجة هتتحل. ونروح لدان اللي بيبدا يتدرب مع سن اللي بيبقى فاشل في الرمي بالسهام وهو راكب على الخيل، وطبعا سن مش بيعجبه الوضع ده وبيفضل يتدرب لوحده عشان يستعيد كرامته، وروب تبقى قاعده تتفرج عليه بس فجاه بتلاقيه واقع من على الحصان، فبتجري عليه وبتفكره مات، فبتفضل تعيط زي الهبله وبتقوله ان هي بتحبه، وفي ثانيه بنلاقيه قام زي الصاروخ وبيبص، بس فجاه بيغمى عليه تاني وبيدخل في غيبوبه لمده 4 ايام، وطبعا رو الحنينه بتفضل قاعده جنبه وبتهتم بيه، ولكنه لما بيفوق ما بيبقاش معبرها وبيفضل يتجاهلها، لا وكمان بيعاملها ببرود، طبعا هي بتبقى مستغربة وتفضل تشتم فيه وبتروح تحكي لصاحبتها على اللي حصل. فاخت سوهو بتطمنها وبتقولها انا بالنسبة لي كل الرجالة اوغاد، ما فيش الا واحد مخلص فيهم وهو ريو حبيب قلبي. ونروح لولي العهد اللي بيزعق لسون لان هو بيعامل رو وحش، فهو بيقول له مالكش دعوة، فولي العهد بيقرر يثبت له ان هو اجمد منه وبيخشوا في تحدي ضد بعض، بس هما الاتنين بيتعادلوا في الاخر، وولي العهد بيطلب من سون ان هو يكون صاحبه لان هو كان دايما وحيد وما عندوش صحاب، فهو بيوافق وبيفضلوا هما الاتنين يلعبوا ويهزروا سوا. وفي الوقت ده البطلة بتبقى قاعدة مش طايقه وعماله تشتم فيه وتقول الواطي ما تمرش فيه كل اللي انا عملته عشانه، بس بتتصدم لما بتلاقيه في وشها وبيقول لها انا بحبك ونفسي اعترف لك بمشاعري قدام الناس كلها، بس ده ما ينفعش لان هم مفكريننا اخوات. وبعد كده بيحضنها وروب تتبسط وبتقول انا ما حبيتش ولا هحب حد زيه، وبتبدا بقى قصه الحب الرومانسيه ما بينهم، يجيب لها ورد ويقعد يشاور لها، بس ده طبعا كله في الخباس عشان محدش ياخد باله منهم. ونروح للملكه اللي بتطلب من الاميره ان هي تقتل رو لان هي شافت وش الملك، فالاميره بتوافق وبتروح للهورنج وبتعرفهم ان في مسابقه صيد وان الشخص اللي هيصطاد غزاله هو ده الكسبان، والاميره الحربايه بتطلب من رو ان هي تستناها في الغابه وتبقى عامله كده عشان تقتلها من غير ما حد يشوفها، ولكن على اخر لحظه سن بيجي وبياخد الضربه مكانها وبيبقى شاف وش الاميره قبل ما تهرب، وطبعا رو بتتخض عليه فبتاخده وبتعالج له جرحه، ولما بيخف بيلاقي يافطه مكتوب عليها ان الملك موجود جوه الهورانج، وطبعا كلهم بيتصدموا، بس كيم بيدار على الموضوع بيقولهم ان الكلام ده كذب، ولكن سن مش بيصدق وبيبدا يدور على الملك عشان يقتله زي ما قتل صاحبه. وطبعا هان النمام بيجمع صحابه وبيقول لهم بما اننا كلنا اتربينا مع بعض في العاصمه فاكيد الملك مش واحد فينا، وانا بصراحه شاكك ان هو هيبقى يا اما سن يا اما ولي العهد، وده لاننا ما نعرفش عنهم حاجه، فكلهم بيقتنعوا بكلامه وبينشروا النميمه بتاعته، ومعظمهم بيبقوا مصدقين ان الملك هو سن. وطبعا هان بيستغل الفرصه وبيروح لرو بيقول لها انا عرفت ان اخوك الملك، بس هي
بتعرفه ان اخوها مش الملك، ولكنه بيأكد لها ان هو الملك، فبتروح عشان تتكلم معاه، وبتتفاجئ لما بتلاقيه واقف مع الاميره وبيقول لها انا مش اخوكي وكمان مش الملك، وبيطلب منها ان هي تبعد عن رو والا هيقتلها. طبعا رو بتبقى واقفه وشمتانه في الاميره، وبيبدا سني يتعامل معامله في اي بي والناس كلها تحترمه بعد ما كانوا بيضربوه وبيتنمروا عليه. ولما كانوا ماشيين ولي العهد بيسأله هو هيعمل ايه لو لقى الملك، فهو بيقول له انا هموته. وطبعا ولي العهد بيتخض لحسن سني يعرف ان هو الملك ويقتله. ونروح لرو اللي بتلاقي هان داخل عليها وبيمثل ان هو تعبان عشان يقرب منها، ولما هي بتعرف ان هو بيمثل بتكرر تشك بالابر، وهو اول ما بيشوف الابر بيقول لها تمام انا كده بقيت زي الصاروخ خلاص. وفي تاني يوم الملكة بتطلب ان هي تقابل سوهو، وطبعا ده ما بيصدق وبيصير من الفرحة وبيروح عشان يشوفها، وبيبدأ ان هو يعاملها برومانسية لدرجة ان هو بيشيلها عشان ما تتعورش. والملكة بتطلب منه ان هو يخلي باله من سن ويحميه باعتبار ان هو الملك، وطبعا ده ما بيصدق وبيوافق. وبعد كده الملكة بتروح للهرنج وبتعرفهم ان هيبقى في مسابقة وانهم هيتقاتلوا ضد بعض، وبتبقى الملكة ماشية بمبدأ اللي يعيش يعيش واللي يموت يموت، والبقاء للأقوى والضعيف فيهم هو اللي هيموت. وبتبدأ المسابقة مع سوهو وريو اللي بيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما كبير المستشارين بيعترض، وبيقترح ان بدل ما الهورانجي يموتوا بعض يختاروا اجمد واحد فيهم ويتقاتل مع الراجل بتاعه. وبيتم اختيار سن كممثل للهورانج، وبيبقى كبير المستشارين عامل كده عشان يعرف هل هو الملك الحقيقي ولا لا، وده عن طريق ان هو يشوف ردة فعل الملكة، وكمان الراجل بتاعه بيبقى جامد، يعني لو موت سن دلوقتي هيستفيد ان هو خلص على الملك. وبتبدأ الملحمة ما بينهم، وبدنا سن الجامد بيقدر ان هو يكسب، وكبير المستشارين بيتأكد ان هو الملك. وبعد كده سن بيربط الخيوط ببعضه وبيستنتج ان الملك هو ولي العهد، فبيروح له بيقول انا عرفت ان انت الملك، وبيبقى خلاص هيقتله، بس رو بتيجي وبتاكد لسن ان ده مش الملك وبالغلط بيعورها في ايديها، فبيتضايق من نفسه وبيمشي. وبعد كده رو بتروح تعالج نفسها وبتقول له ولي العهد ان هي مش هتعرف حد ابدا ان هو الملك، وبتطلب منه ان هو يتشجع ويبقى عنده ثقه في نفسه عشان يقدر يمسك الحكم. وبالليل ولي العهد بيتفاجئ بالملكه اللي بتعرفه ان هي قالت للكل ان سن هو الملك عشان خاطر تحميه، وكمان عشان لو حد فكر يقتل الملك سن هو اللي هيموت وبكده يبقى هو في امان. فولي العهد بيحاول يعترض، بس هي بتقول له اسكت انا بعمل كده عشان مصلحتك. وفي تاني يوم الملكه بتتفاجئ لما بتعرف ان في مملكه من الممالك التانيه قتلوا رجالتهم وشكلهم كده ناويين يحاربوهم، فالملكه بتعرفهم ان هي هتبعت الاميره عشان تحاول تعمل معاهده سلام معاهم، وكمان هتودي معاها اربعه من الهورنج عشان يحموها. ونروح لرو اللي بتبقى عايزه تتكلم مع سن، بس هو بيلف وشه ومش بيرضى يعبرها، فهم بيقول لها انا مش عارف هو بيعاملك كده ليه، رجاله ما بتقدرش النعمه. وبعد كده كيم بيجمع الهورنج وبيعرفهم ان هو عايز اربعه منهم عشان يروحوا مع الاميره، بس المهمة دي بتبقى خطيرة، ممكن الأربعة اللي راحوا يموتوا وما يرجعوش تاني. والأميرة الحربية بتبقى عايزة سن يروح معاها، وبتبقى عارفة ان هو مستحيل يجي إلا عشان خاطر رو، فبتأمر رو ان هي تيجي معاها، وخطة الأميرة بتنجح، وده لأن سن هيروح عشان خاطر رو، وكمان ولي العهد هيروح، وطبعا سوهو هيروح عشان يحمي سن زي ما الملكة طلبت منه، وريو هو كمان بيروح. واخت سوهو بتبقى زعلانة ان ريو هيسيبها ويسافر، فرو بتقول لها صدق انت واطية، بقى خايفة على ريو مش خايفة عليا. بس اخت سوهو بتبقى ذكية وبتقطع حتة من شعرها وبتبعتها لريو كتذكار لحد ما هو يرجع لها. ونروح لهان اللي بيبقى زعلان لان سن هيسيبه ويسافر، فبيفضل يطلب منه ان هو يخلي باله من نفسه، فسن بيطمنه وبيقول له ما تقلقش هبقى ارجع لك تاني، بس هان بيفضل يعيط ويصوت في الارض عشان عايز يروح معاهم. وبعد كده بيتحركوا وبيبقوا في اتجاههم للمملكه الثانيه، واثناء ما هم بيريحوا بيهجم عليهم شويه حراميه من الفلاحين اللي بيسرقوا كل الاكل وكمان الهدايا اللي هم كانوا واخدينها للمملكه الثانيه. واثناء ما رجالتنا بيكافحوا عشان يجيبوا حاجه ياكلوها، بنتنا رو بتجمع الناس بتاعه القريه وبتفضل تحكي لهم قصص رومانسيه من بتاعتها، واهل القريه بيقرروا ان هم هيساعدوها فبيدوها اكل فبتتبسط وبترجع للرجاله اللي بيبهروا بمهاراتها، وان هي رجعت لهم بكل الاكل ده بالرغم ان هم مش لاقين حتى لقمه، فبيقعدوا كلهم ياكلوا. وبعد كده بيروحوا للمملكه الثانيه، وهناك ولي العهد بيعاملهم باحتقار وبيستهزئ بيهم وبيفضل مذنبهم وموقفهم قدامه لحد ما بيخلص اكل، وبعد كده بيتريق على الهديه اللي الاميره جايبها له. وبعد كده بيقول للاميره احنا عشان نرجع اصدقاء تاني يبقى انا لازم اتجوزك، وما تقلقيش انا متجوز ستات تانيين غيرك، وكمان هديكي مهله تفكري. ونروح لرو اللي بتبقى في الوقت ده بتلعب مع طفل صغير، واللي بيحط لها دبوس هو كان سرقه في شعرها، ولما البوليس بيجي يقبضوا على الطفل ده عشان هو حرامي وبيشوفوا الدبوس في شعرها بيقبضوا عليها هي كمان وبيفكروها حراميه، ولما الهرنج بيعرفوا بيروح عشان ينقذوها، بس الحراس بيمسكوهم. وطبعا ولي العهد المملكه الثانيه ما بيصدق وبيامر ان هم يحبسوهم، ولما الاميره بتعرف بتمسكهم تهزقهم، بس سن بيقول لها بدل ما انت بتزعقي لنا روحي زعقي ولي العهد وشوفي طريقه تخرجينا بيها من هنا، وفعلا بتتشجع وبتروح تهزق
ولي العهد وبتعرفوا ان هي مش ممكن تتجوزه ابدا، وده لان هي مخطوبه لاخوها الملك. وقبل ما حد فيكم يستغرب، بنعرف ان كان شائع عندهم ان اي حد من العيله المالكه سواء كان قرايب او اخوات ممكن ان هم يتجوزوا بعض عادي، وده عشان يحافظوا على السلاله الملكيه وكمان الحكم يفضل ما بينهم. ولما ولي العهد بيسمع الكلام اللي هي قالته بيقول لها ما تقلقيش، انا عرفت ان الملك واحد من الاربعه الهورنج دول وعشان كده انا هقتله، ساعتها انت هتبقي حره وهتتجوزيني. فهي بتقول له الكلام ده مستحيل يحصل. وبنعرف ان كبير المستشارين بعت رساله لولي عهد المملكه الثانيه بيعرفوا فيها ان الملك واحد من الاربعه دول، وده طبعا عشان هو يقتله وبكده يقدر يخلص منه. وفي تاني يوم ولي العهد بيفرج عن الهورنج وبيقول لهم انا عارف ان الملك واحد فيكم، فاحسن له بقى ان هو يطلع. وبيهددهم ان هم لو ما عملوش كده هو هيقتل الفلاحين، وفعلا بيبدا ان هو يقتلهم. ولما بيجي الدور على رو، ولي العهد كان هيعترف على نفسه بس سون بيسبقه وبيقول ان هو الملك. وولي العهد بيقول له سون احنا هندخل في تحدي ضد بعض واللي يموت التاني فينا عادي. وولي العهد بيقول له لو انا اللي كسبت انا هقتل كل الرجاله اللي جايين معاك، وكمان الاميره مش هتعرف تاخدها، انما لو انت اللي كسبت هسيبك تمشي مع الناس اللي انت جاي معاهم عادي. فسون بيوافق. وفي تاني يوم وقبل المعركه، واحد من رجاله ولي العهد بيعوره في دراعه عشان يبقى ضعيف وما يعرفش يكسب. وللاسف سون بيبقى ضعيف في الاول بس بعد كده بيتحول وبيبقى جامد وبيقدر يكسب ولي العهد. وسون بيقول له خلي بالك انا هاخد رجالتي وامشي، فهو بيقول له انت هتاخد الهورنج وكمان اميره، بينما رو الحراميه انا هاخدهم. ودول انهم حاولوا يسرقوا مملكتي، فسن بيفهم ان ولي العهد كان بيتلاعب بيه وبيقرر ان هو ينتقم منه. وبيهاجم بالليل على السجون وبيقدروا يخرجوا كل اللي فيها ومن ضمنهم رو، والمساجين بيفرحوا ان هم خرجوا فبيفضلوا يجروا لحد ما بيوصلوا للحدود بتاعه سيلا، ولكنهم بيتفاجئوا بولي العهد ورجالته عمالين يموتوهم. وبيفهم سن ان ولي العهد ضحك عليهم ان هو جاي هنا عشان يموتهم، وفعلا بيوجه ضربه ناحيه سن بس سهو بينقذه وبياخدها مكانه، وبيبقى الفلاحين كلهم بيموتوا لحد ما كيم وباقي الهورنج بيجوا. ولي العهد بيبقى عامل زي الفار الجبان وبيهرب. ولما بيرجعوا ولي العهد بيبقى زعلان وشايف نفسه جبان لان سن سبقه وقال ان هو الملك مكانه. لا، واللي بيزود زعله اكتر ان هو بيلاقي سن واقف مع رو، لا وكمان بيبوسها، فبيتاكد ان هو مش اخوها وان هما الاثنين بيحبوا بعض. ونروح لاخت سهو اللي بتعرف رو ان هي زعلانه لان ريو ما بقاش يكلمها. فاخت سهو بتسالها هل ريو اتعرف على واحده في المملكه الثانيه وحبها وعشان كده هو هيسيبها؟ فرو بتصوت وبتقول لها يا بنتي احنا ما كناش لاقيين وقت للحاجات دي، وكمان كنا هنموت هناك. وبعد كده رو بتروح للهورنج عشان تعالج سوهو، بس بتتفاجئ لما بتلاقي سون داخل عليها وبيبقى غيران عليها ومش عايزها تقرب من راجل تاني غيره، وبيقضوا هما الاتنين رومانسيه، وطبعا الست هانم بتبقى مبسوطه. وبعد كده سون بيقابل الملكه الحربايه اللي بتأمره يمثل ان هو الملك والا هتقتل اخته والدكتور، وطبعا هو بيضطر يسمع كلامها وبيوافق عشان خاطر يحمي رو. وبعد كده سون بيقابل ولي العهد وبيقول ان هو شخص جبان ومستحيل يكون ملك كويس ويحافظ على المملكه، ويفضل يهزق فيه لحد ما ولي العهد المسكين بيقول له انت لو عايز تقتلني اقتلني. فبيمشي ولي العهد وهو زعلان وبيروح يقابل رو وبيقول لها انا ممكن اتنزل عن العرش وكل حاجه عشان خاطرك، بس تتجوزيني ونعيش في بيت صغير في الريف. فرو بتعترض وبتقول له انت عايز تاخدني كعذر عشان تهرب من الحكم، انت لازم تستحمل وتبقاش جبان عشان تاخد العرش بتاعك وتثبت لهم كلهم ان انت الملك. وفعلا كلامها بيشجعه وبيروح يهجم على كبير المستشارين في بيته وبيقول له خلي بالك انا الملك الحقيقي اللي انت بتدور عليه. طبعا كبير المستشارين بيتصدم لان هو بعت ناس عشان تقتل سون لانهم فكروا هو الملك. ومن حظ سون الحلو ان زمايله بيجوا وبيقدروا ينقذوه. في الوقت ده بيبقى في مرض منتشر بره العاصمه وعمال يقتل في الفلاحين الغلابه، والدواء اللي مع الدكتور خلص، فبيطلب من كبير المستشارين ان هو يديله اعشاب من اللي عنده، بس كبير المستشارين بيرفض ان هو يديها له، ده لانه عايز يستغلها كويس ويبيعها للناس الاغنياء بسعر عالي. ولما رو بتعرف من ابوها اللي حصل بتجري على كيم وبتقول له، وبتعرف ان هما لازم يجيبوا الاعشاب وده عشان ينقذوا الناس ويمنعوا انتشار المرض، فبيقتنع بكلامها وبيستدعي سن ولي العهد. ولما بيحكي لهم اللي حصل بيطلبوا منه يروح عند كبير المستشارين في البيت ويحاول يلهي لحد ما هم يسرقوا الاعشاب، فكيما بينفذ كلامهم وري هو كمان بيساعدهم وبيقدروا يسرقوها فعلا وبيبعتوها للدكتور. وتاني يوم سن بيتفاجئ لما بيعرف ان الملكه خطفت رو، فبيجري على بيتها عشان يتاكد، بس بيتفاجئ لما بيلاقي اخو الملكه هناك. واخو الملكه بيقول لسن انت لازم تبقى الملك عشان تقدر تنقذها، وبيعرفه ان هو ابوه الحقيقي، وبيقول له ان لما امه كانت حامل فيه الملكه حاولت تموتها عشان هو يموت في بطنها وبالتالي ابنها يمسك الحكم. ومن حظه الحلو ان امه ما ماتتش، ولكنها راحت عند الدكتور ابو رو اللي ساعدها وولدها، وابوه بيقول له انت لازم تحارب ولي العهد عشان تسترد الحكم اللي هو اصلا ملكك. وفي تاني يوم سن بيتفاجئ بهان اللي بيجي يقعد جنبه وبيقول له انا عايزك تدربني عشان ابقى جامد زيك كده، وكمان ترحمني من اخويا دان اللي بيفضل يعذبني ومش بعرف اتعلم منه حاجه. فسن بيوافق. وطبعا هان بيبقى طاير من الفرحه، ولما كان ماشي بيقابل واحد وبيعرفه ان جده بعت رساله لدان، فهان بيستغرب ده لان جده دايما بيبعت له هو الرسائل بس مش بيهتم وبيودي الرساله لاخوه. وبنعرف ان جد هان طلب من دان ان هو يقتل سن عشان كبير المستشارين يرضى عنهم ويبقى في صفهم،
وجده بيهدده وبيقوله انت لو ما قتلتش سن انا وهن هنشرب من السم ده ونموت سوا. فبيضطر دان ان هو يوافق عشان يحمي اخوه، وبيطلب من سن ان هو يبارزه بالسيف، وبيبقى دان حاطط على السيف بتاعه سم بحيث لو ان سن اتعور في اي لحظه السم هينتشر في جسمه كله ويموت. ولما هن بيشوفهم كده بيتخض على سن، وبنعرف ان هو قرا الرساله بتاعت جده وعرف ان هم عايزين يموتوا سن، فبيجري على سن عشان ينقذه وبياخد الضربه مكانه. وقبل ما بيموت بيطلب منه ان هو ما يكرهش اخوه لان هو اضطر يعمل كده. وبعد كده هن بيموت، فسن بيزعل عليه والهورانجي بيزعلوا عليه، وانا والارمي بنزعل وبنتقهر عليه. وسن بيسمع كلام هان وبيسامح دان على اللي هو عمله، وكم بيقول للهورانجي ان هما من النهارده ما يسمعوش كلام حد ويعملوا اللي هما شايفينه صح عشان خاطر المملكه، ونروح للملكة اللي بتقرر تقتل سن عشان ابنها هو اللي يمسك الحكم، فبتبعت له ناس عشان يقتلوه. ولكن روب تنقذه وبتاخد الضربة هي، فبيزعل عليها وبياخدها على البيت عشان يعالجها. واثناء اجتماع الملكة بيدخل ولي العهد وبيعرفهم ان هو الملك وان هو دلوقتي اللي هيحكم، وللاسف محدش بيقتنع بيه كملك، وكبير المستشارين بيستهزأ بيه وبيقعد مكانه على الكرسي. لا وكمان بيقول له انا بفكر ابدلك بملك تاني او اموتك وامسك انا مكانك لان لاحظت ان العرش ده مريح قوي. وبعد الاجتماع الملكة بتهزأ ولي العهد تعرف ان هو مش هيعرف يحكم لان هو جبان وكمان المسؤولين هيستهزئوا بيه، بس هو بيعترض على كلامها وبيقول لها انا جامد وكمان هقدر اغير المملكه والهورانجا هيساعدوني ويحموني. بس الملكه بتصدمه لما بتعرفه ان سون يبقى ابن خاله وكمان من حقه ان هو يمسك الحكم زيه، وبتقول له ان هو ممكن يقتله في اي لحظه وياخد الحكم لنفسه، واكيد الهورانجا هيساعده هو ومحدش هيعبرك انت. طبعا لما الملك بيعرف الكلام ده بيتعصب وبيستدعي سون، وهما الاثنين لما بيشوفوا بعض بيرفعوا على بعض السيوف ومحدش بيبقى طايق التاني. وسون بيفضل يهاجم ولي العهد بيقول ان هو ضعيف ومش هيعرف يعمل حاجه، بس ولي العهد بيعرفه ان هو كان بيعمل حاجات كتير عشان يغير مستقبل سيلا للاحسن، وبيعرفه ان هو كان عايز يوحد التلات ممالك وكمان يدي الفلاحين حقوقهم بدل ما هما بيتعاملوا بعنصريه. فسن مش بيقتنع بكلامه وبيسيبه وبيمشي، وبيروح يقابل كبير المستشارين وبيعملوا خطه ان هما هيمشوا ولي العهد ويخلي سن هو اللي يمسك مكانه. وبنعرف ان كبير المستشارين ده راجل خبيث، وده لان هو مشغل الخدامه بتاعت الملكه لصالحه. لا وكمان بيخليها تحط سم للملكه في الشاي اللي هي بتشربه عشان يموتها بالبطيء. وبنعرف ان سوهو اتعين الحارس الخاص للملكة، ولما بيشوف الخدامة وهي بتحط لها السم بيروح يحذر الملكة، بس هي بتقول له انا عارفة وبتشرب الشاي. وطبعا سوهو مش بيسكت لان دي حبيبة القلب، وبيروح يعرف ولي العهد باللي بيحصل، فبيأمر بقتل الخدامة وبيفضل يزعق لامه لان هي كانت بتشرب السم، بس هي بتقوله ان هي عملت كده عشان تحميه ويركزوا معاها هي ويسيبه هو في حاله. والمسكينه بتعرفه ان هي كانت بتعمل كل ده عشان تحميه وان هي ما كانتش طمعانه في الحكم، فهو بيصدقها. وبعد كده ولي العهد بيأمرهم يختفوا رو وبيجيبوها للقصر، ولما بتيجي بيقول لها انا جبتك هنا عشان تبقي رهينه واخوكي ما يفكرش يعمل لي حاجه ولا ياخد العرش مني. وبعد كده ولي العهد بيروح يزور الهورانج وبيقول لهم انا في الكام يوم اللي قعدت فيهم معاكوا هنا لاحظت ان انتم متدلعين ولسه بهوات زي ما انتم. وطبعا الكلام ده ما ينفعش معايا، انا عايز هورانج اقوي عشان يحموني ويساعدوني ان انا المملكة. فسن بيقول له انت مالكش دعوه بالهورانج، احنا بنتصرف لوحدنا وبنعمل اللي احنا شايفينه صح، وكمان ما قررناش انت هتبقى الملك ولا لا. وبعد كده الاميره بتروح تعترف بحبها لسن اللي بيقول لها انا اسف وكمان انت تستاهلي راجل احسن مني يحبك بجد، وبيسيبها وبيمشي. ولما بيجي يوم تتويج ولي العهد كملك حقيقي للدوله بيروح يشكر رو وبيقول لها انا بسبب كلامك وتهزئك ليا اتشجعت ودلوقتي هبقى ملك حقيقي. فبتطلب منه ان هو يخلي باله من نفسه. وقبل ما ولي العهد يتوج كبير المستشارين بيعترض وبيقول له احنا مش عايزينك انت تبقى الملك بتاعنا، سن هو اللي هيمسك مكانك. واول لما سن بيدخل مع الهورانج كبير المستشارين بيقول بس فرصتي وجاتلي وانا اللي هكسب في المره دي، ولكنه بيتفاجئ لما بيلاقي سن وبقيت الهورانج بيحيي ولي العهد. وسن بيقول له انت خاين وانا هقتلك لانك حاولت تقتل الملك انت واي حد من اتباعك. وبيتم تعيين ولي العهد كملك رسمي للدوله، وبنعرف ان هو كان متفق مع سن على كل ده، وبنعرف ان هما الاثنين كانوا بيعملوا كده عشان يوقع كبير المستشارين وكمان الناس الفاسده اللي معاه، ويقدر الملك بمساعده سن ان هم يغيروا المملكه للأحسن. ولأول مرة في التاريخ الملكة بتقول لابنها أنا دلوقتي فخورة بيك وانت أكيد هتبقى ملك شاطر وتعرف تحمي المملكة. وبعد كده أعراض السم بتظهر عليها فبيجيبوا لها الدكتور، وقبل ما تموت بتعرفوا إن هي بتحبه وعمرها ما كرهته أبدا. ولما بتموت الدكتور بيزعل عليها شوية، بس اللي بيتقهر جامد هو ابننا سوهو، وده لأن زي ما انتوا عارفين الملكة كان بالنسبة له حب حياته. وبعد كده ولي العهد بيبعت رسالة لرو بيعرفها إن هو كان خاطفها هنا عشان يحميها، وبيعرفها إن هو لسه بيحبها وهيفضل يحبها، وبيقول لها أنا ما كانش عندي الشجاعة إن أنا اشوفك وانت بتمشي لان انا اكيد كنت همسك فيكي واخليكي تبقي معايا. فبتجري وهي مبسوطه وبتروح تقابل سن اللي بيقول لها انا بحبك ومش هسيبك ابدا، بس الوطي هيفضل وطي لان هو سابها 6 شهور عشان يعمل حاجات الملك طالبها منه. طبعا هي مش بيعجبها الوضع ده وبتقول لا انا لازم انفصل عنه، بس لما بتلاقيه راجع لها بتقول له ايه ده حبيبي وحشتني، فبيقول لها وانت كمان، وبيقرروا يتجوزوا هما الاثنين. وبيبقى عندنا قابل تاني واللي هو ريو اخت سوهو، واللي بيبقوا خايفين في الاول ان اهلهم يرفضوا علاقتهم، بس حظهم الحلو ان هما بيوافقوا وبيرتبطوا هما الاثنين.
وفي الاخر حابه اقول لكم ان انا عملت الملخص ده عشان خاطر تي، وكمان انتوا طلبتوه مني كتير، فانزلوا بقى حطوا لايكات كتير واشتركوا في القناه، واكتبوا له تحت في التعليقات مين اكتر هورنج انتوا حبيتوه، واللي اتعلمناه من الملخص ان انا محتاجه رجاله الهورنج دول في حياتي عشان يحموني، لان انا واحده معرضه للانقراض وبصراحه بتلكك بيهم. واول كومنت معانا من لمياء من اليمن، وانا كمان بحبك قوي انت وكل اهل اليمن. والكومنت اللي بعده من فردوس من تونس، وانا كمان بحبك قوي انت وكل اهل تونس. والكومنت اللي بعده من وفاء من السودان، وانا كمان بحبك انت وكل اهل السودان. والكومنت اللي بعده من صوفيا، واللي بعده من رهف من العراق، وانا كمان بحبك قوي انت وكل اهل العراق. واخر كومنت معانا من شهد اللي بتهددني بالرشاش، وعشان انا خفت منها طلعت تعليقها. وبس كده الفيديو خلص. ما تنساش لو عجبك الملخص تعمل لايك وشير واشتراك في القناه.